نزلي نزلي ستوري، خدي وقتك خدي وقتك على طول مشاغبه. ايه شو ننطري ما تعتلي هم يعني، لو كنا على الهوا بس نحن دايما يعني. انت من اهل البيت ستنا، ميرسي تسلم. طيب خلينا اليوم مع الفرن، نحن وياها رح ناخد احسن اخبار فنيه وغير فنيه وغريبه، بس ما رح سامحك اذا ما كانوا اخبارك دسمه اليوم. دسمه شو قال صباح الخير؟ عم دغري بلشنا وخلص روح بونجور. ايه انطلق كمان سافا؟ انا تمام. صباح الخير سافا بيا. بتعرف اللبناني شو بقول؟ بونجور بونجور كيفك سافا؟ او جود مورنينج. مسقفين طبعا. حلوين هو طبعا حلوين. انا عم بحكيهم بطريقه ايجابيه يعني. اكيد مش عم تلطش حدا يعني. لا 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 ابدا لا بالعكس انا بقوله على السوشيال ميديا. طيب اللي في السله تحبطوا اصلا يعني بتنعرف. أيوة. صباح الخير مره ثانيه، شو الاخبار؟ هيك رح تقضيها ولا كيف؟ جايبت لك دراسات اليوم، دراسات يا جوزيف. قلت لي جايبتي لي اليوم ما بيهمني، بس جيبي شيء بايدك ثاني مره، مش بس دراسات. ماده يا جوزيف عن جد ماده. انا عم جيب لك شيء اهم، عم جيب لك دراسات لتتثقف. دراسات بعمل ابحاث بعمل هذا، عندي تليفوني وعندي اللابتوب. طيب بتعرف انه اذا بتشرب قهوه على الصبح ايه ما لازم تروح تعمل شوبينج؟ اها ليه بتحمسك تعطيك البوش تشتري اكثر واكثر؟ 100% تشتري قصاص منك بحاجتها او ماء العاز مثلا. فما تشرب قهوه الصبح، هيدي الدراسه البريطانيه بتقول انه اذا بتشرب الصبح كافيين فبتروح تشتري اكثر. فكرمل هيك بتقول هيدي الدراسه اللي انعملت ببريطانيا واللي هي الجمعيه النفسيه البريطانيه عملتها على مجموعة أشخاص. هالمجموعة الأشخاص شربتهم نصهم نسكافيه وكافيين ونص الآخر ما شربوا. فهالنص اللي شرب الكافيين اشترى أكثر بنسبة 50%، لأنه عنده الفرح أكبر في أحلى من الكافيين الصبح. بتحب يعني تروح تعمل طبعا وهيدي الأهم. شفتي ليش كنت عم بشرب قهوة أنا اليوم؟ مصروفك ايه؟ الحمد لله فيه. بلش ياخذ منك. ما بتبلش تقول اخذوا لنا مصرياتنا مدري شو بلا الصبح جوزيف. اخذوا لنا مصرياتنا، هيدا ما في منيح ذكرتيني. كشفت الفاسدين اخذوا لنا مصرياتنا، ردوا لنا حقوقنا. اوكي فإذا الكافيين بيخليك مثل ما قلنا تكون نشيط وتتحمس، فبتروح بتعمل شوبينج وبتشتري قصص منك بحاجتها. اللي بدي احكي ما تشرب نسكافيه ولا قهوه. بهذا الموضوع مش قادر بدي احكي. يعني شيء كثير بيضحك المضحك المبكي، بيبعثوا لي امبارح البنك اللي بتعامل معه عبي او جدد بياناتك الشخصيه. ليش بدكم بياناتي الشخصيه؟ بدكم تتعرفوا علي اكثر او بتعرفوا منين جايب مصرياتي؟ كله بالحلال حبيبي. المصريات انتم بتعرفوا مين اللي مش بالحلال واللي راح لبرا واللي هرب واللي انتم منهم كمان هربتوا. تفضلي بدي احكي، ما فيي ما احكي. احكي احكي فيش خلق. فشل كملي، ما رح احكي هلا، رح اتركك تقولي اخبارك. عم تاخد الثوم الصبح الحبه على الريق بعدك ولا ما عم تلتزم يا جوزيف؟ بس انا بس يخطر على بالي ربع الفرن براسي بتذكر الثوم. الثوم تخيلي. يعني عم تاخذها الصبح طبعا. التزيم طبعا عال. طيب هلا جيبت لك شيء جديد على تيك توك. نعم خلينا نحضره سوا لهيدا الفيديو. This is day two. I just rubbed some so it's a bit flared up. This morning it wasn't as red, but the lumps are still there. So stay tuned. ريحتها توم. طلعت ريحة تيك توك توم، يعني تخيل انه هلا هيدا الحصة التوم صاير بتفرك وجهك فيه كرمال حب الشباب الهرموني. عم بيعالج حب الشباب. ايه وعقصة النحلة. ايه هلا هي عقصة النحلة مضبوطة، بس هلا تبع انه بتعالج حب الشباب مش مضبوطة يعني، ما في حكم عليها. بيقولوا انه هذا شيء قديم ومعروف، بس الاطباء الجلد بيقولوا مش مضبوطة لانه بتعمل حروق وبتعمل التهابات. هلا الطب البديل ما بيعترفوا فيه، الطب الحديث ما بيعترف كثير، بس في بعض القصص بالطب القديم البديل العربي هيدا بتطبق هذا الشيء بيعتمدوه. مش يعني بدك تجربي لتشوفي، لقيتها مجربة بس بعد الحمد لله مش انت عم باخذ كل يوم حبيت الثوم. هي انت ما عندك وجهك مثل المرايه. ميرسي ميرسي. فلا ابدا الاطباء بيقولوا انه ما لازم نفرك الثوم يعني نفرك الثوم وجنا، لانه هذا شيء بسبب التهابات وممكن تعدي، يعني اذا مثلا كانت هون الحبه ممكن تعدي اللي حدها. يعني بتعرفي بتشبهي حدا بديسان زانيمي كان زمان احضره هيك مثل نفس الرسمه العيون الوجه كله. مين هلا بتذكره بخبرك بدي اجيب لك الشخصيه وبدي احط الصوره جماعه تجي مفاجاه لك. اوكي نيكست ويك لك. طيب موضوع كثير رح يعجبك. انت بتعرف ليه السيدات بينعجبوا فيك يا جوزيف؟ لاني الصبح برفقهم كل صبحياتهم. مش هيك بس هيك يعني شو بده يكون عندي؟ شوف لك السر بعدسه المراه في ماده اسمها مالكينيا.
مالكينيا. نعم. هيدي المادة بتخلينا نشوفكم انتو الرجال احلى بخمس مرات يا جوزيف. اه. طبعا. اه. فكرمال ليك بنشوفك حلو. انتو ما عندك اياها بالمرة هالمادة انت. ليه قلتك ان انا ما بشوفك حلو؟ ما بتشوفي حدا حلو انت. بشوف حالي. شوفي حالك بس على البيت عندك اياها هاي المادة مأثرة عليك. طيب شو بدي احلى؟ منيح. مالكينيا؟ مالكينيا. مالكينيا منيحة مش غلط. ايه. فدراسة التصوير العصبي بتقول انه بالعادة الرجل بيشوف الجمال بالجانب بس الايمن من الدماغ، اما المرأة بتشوف الجمال بكل دماغها. طبعا هي بكل شيء المرأة بتستعمل الميل كامل من الدماغ. الرجال بيستعمل ميل واحد، من هيك الرجال بيركز اكثر، المرأة بتكون مشتتة. والله ايه عاد بس نحن بنشوفكم احلى. كانت مبسوطه انا بقول شيء منيح. لا مش لقلكم، لا بس طيب لنروح لمصر. في ترند جديد هلا بمصر. فيديو راح فايرل، عريس اتفق مع مرته قبل العرس انه تعال نعمل ضرب بالعالم. وهو قلت شو هو؟ قال لأ انه حدا يجي يخطفني. ايوه. فبالفعل هو طالع العريس من قاعه العرس، تجي سياره بيضاء وبتخطفه حتى بالعرس. فصار في انهيارات يعني، حتى ان اخته راحت، يعني راحت فيها. أيوة. انهارت. في صوره، ففي فيديو خلينا نحضره وبرجع بقول لك شو صار بالعريس. يلا. فبركوا فيديو ان العريس اتخطف، الفلوس كلت دماغ الناس، الفيديو عمل مليون مشاهده واحتمال يتحبسوا. ترند جنن الناس ووصل لمستويات عاليه من الجنون. فيديو خطف العريس اللي انتشر على السوشيال ميديا عمل ضجه كبيره جدا، علشان يظهر بعدها العريس ويقول بكل براءه: معلش يا جماعه كنت بهزر معاكم. احمد جمال ومراته امل عايشين في الدقهليه وعاملين اكونتات على صفحات السوشيال ميديا، كمان قناه على اليوتيوب باسم جمهوريه احمد وامل، بيشاركوا فيه الناس يومياتهم. بس يظهر انهم شافوا ان الموضوع مش جايب همه والمنافسه قويه في السوق، فقرروا انهم يعلوا بالريتم شويه. بس افورت منهم شويتين ثلاثه وقرروا يعملوا فيديو خطف. بس حرام حذر شو صار فيه. شو دقوا للشرطه؟ ايه؟ فرح التحقيق واكل محضر زبط. اها. عم بيقولوا احتمال يتحبسوا. اه والله. شو قالوا معه؟ شو معه؟ عم قضة كبيرة. ايه للشرطة. يعني من قلة الضروب اللي بيعملوها على السوشيال ميديا. في وحدة عم بتدور هذيك اليوم حطيناها، عم بتقول انه ساعة بتقول انا مريضة، ساعة بتقول جوزي مات وما رحت، ساعة بتعمل كله بيعمل. بس هيدا انه على السوشيال ميديا هو غلط كله. هيدا انا مش معه يعني، هيدا ببهر الاعصاب بس انه يعني. والشرطة كمان معقول يتركوا كل شيء كرمال ينبشوا عليه واخر شيء بيطلع هو قاعد بس بده يتسلى بالعالم؟ مش مزبوط يعني. ساعتها في ربع الانفلونسرز لازم ينحبسوا 100% خاصة الكونتنت تبعهم. أكيد. بنروح لجديد ترند اللي هو عم نشوف كتير فيديوهات انه واحد بس يكون نايم مش بكبوا عليه مي، فهو بيقوم بينقذ. صح. او بتجي الوالدة مثلا الصبح بتقوم فجأة هيك بتقرر تحب انه توعيك بس لانه اشتقت لك الصبح. ايه بتنظف مدى بتقوم نقذان. هالامور يا جوزيف ممكن انه الواحد يخسر حياته من وراها. ممنوع تقوم انت نقذان فجأة من التخت. طبعا. ابدا. طبعا. فهذا الشيء بيحذروا منه الاطباء. بس نحن باللبنانية ما بصر لنا شيء. ما بصر لنا كل العالم. نحن عنا مرونة على هالموضوع. من وقت ما خلقنا منوع نقذانين الصبح. بس هذا الشيء بيعمل جلطه للشريين المخ او القلب. وفي دراسه انعملت بالولايات المتحده الامريكيه بتقول انه النوم بيمر باربع مراحل. المرحله الاولى هي النوم الخفيف لنوصل للنوم العميق. فالفكره انه ضربات القلب بتكون منتظمه بمرحله النوم العميق. كرمال هيك اذا قمت انت فجاه ممكن ياثر على ايقاع دقات قلبك وكمان سرعتك بالتنفس، فهذا الشيء مش منيح. ايوه. اي طبعا. هلا هو بيضر بس برجع بقول لك حسب كيف معود يعني. اذا كيف معود الانسان على هالاساس بصير معه قصص، لانه نحن قديش اكلين تكات ورعبات بحياتنا. بس هي هلا مش هي دغري هلا انت بتخسر حياتك، هي تراكميه يعني. هي تراكميه مع الوقت. بعد الشر عن قلبي تبع حالك. بتوعي انت غمستي هيك امك بتوعيكي بجد. امك بتشتقلي. انا قلت بتشتقلك يعني بتزت عليك مي لتوعي. واضح. لا مش هيك. انا شفت في اكثر يعني كانت شوفي مام خير واضحه بس قومي اعملي صبحيه ما عرفت كيف هيك بتصير يعني. ايه بهال بهالسلاسه هيدي. ايه شو يا ستنا مثلا. ايه مش انه بتكون فايتة مثلا بدها تنظف انت بتسمع صوت الهوفر الصبح. عرفت كيف بتنقذ من صوت الهوفر؟ الوالدة جريتا بعد محفوظات؟ لا يا جوزيف عيب جريتا لازم نعملها فكرة للوالدة. السويتس اللي بعثت لي اياهم ما بنساهم يعني. ايه؟ طيب هي بعثت لي سويتس انت ما هيك؟ جوزيف انا بعرف اهلي زحلة بعرف هيك. قديش لي معك بالفقرة؟
زمن. انا مره شفت منك شيء ها واش. ولا شيء بجيب لك دراسات وبجيب لك توم وبجيب لك قصص دراسات وبجيب لك كل شيء غراض من توتوس واستفد منها ونحن نستفد منها قلنا منجرب لا ما تقولي خلصت سوبر ماركت لحد بيتك لا ما تقولي ما تقولي خلصت خلص لا بدنا اخبار بعد خلصت ما بقى عندك شيء على كل انا بدي اقول لك شغله رح اعمل انا وياك البحث ما بتشبه روبانزل حطونا فينا نطلع صوره على شو اسمه روبانزل روبانزل بتعرفيها روبانزل ما بتعرفيها ما بتحضري كرتون شو كنت بتحضري انت وصغيره مسلسلات تركيه والله شو المسلسلات التركيه حضرتيها اوف كتير حابه المسلسل يكون سيريات واجزاء ولا قصير لا بتتعودي على الأبطال الأوراق المتساقطة أربع أجزاء شو اسمه؟ الأوراق المتساقطة بتعرفوا؟ لا ما حضرت لازم تحضروا هيدا أنا حضرت عثمان مثلا هلأ عم بحضر شيء اسمه القضاء كتير حلو القضاء حلو بس خلص ممل صار آخر شيء بزهق خلص بالآخر؟ آه خلص كتير هيك عم بيماطلوا بالأحداث بس انه حلو هيك ان هي بتكون يعني المحامية وهو بيكون المحقق وهيك بس انه حلو ينصب يعني عم تابع برافو برافو عم تشتغلي عم تعطي وقت لشغلك بالجديد المرة بتلحق على كل شيء يا جزال انت بتعرفي انه المرة بتشغل الميل مثل الشمال من الدماغ واليمين مع بعضهم الرجال فدماغنا بلحق على كل شيء مش مثلكم بس بتشغل النص محدودين نحن ما هي طيب ان شاء الله قلتي لي قريبا في شيء قريب نفرح منك ولا لا؟ نهارك سعيد يا جوزيف نهارك وانت كمان طيب ضلي بخير انا انبسطت فيك ربا بس مرت التانية انا بدي اطلب منك يكونوا اخبارك مينيموم 10 اخبار ليه؟ ما كرمال دماغكم يشتغل انا بس انا بلحق انا بلحق عندي ميلي اخدها منكم مستمده لانه مع صبحيات الصبح في كتير عندي هذه الاوبشن ربا الفرن اذا كل يوم ثلاثة تنكر عليك ربا انبسطت فيك قد الدنيا